من أمام ميناء يمرا الجديد، عرضنا اليوم مميز وجديد من شركة بروج العقارية. العرض عبارة عن شقة سكنية استثمارية في مشروع بروج ريزيدنس. المشروع عبارة عن 5 أبراج سكنية، موجود فيه 3 غرف وصالة بمساحة 160 متر مربع مساحة الشقق، وإطلالاتها جميع الشقق إطلالة بحرية. الشقة هذه زي ما قلت لكم إنها شقة استثمارية عن طريق شركة رحال للسياحة تقوم بتشغيل. تعالوا مع بعض نتوجه إلى أرض المشروع ونديكم تفاصيل أكثر، خلوكم معنا. وصلنا جماعة الخير أرض المشروع. المشروع عبارة عن زي ما انتم شايفين 5 أبراج سكنية، موجود في عدد 120 وحدة سكنية، كلها 3 غرف صالة مساحاتها 160 متر مربع. من بين الأبراج زي ما انتم شايفين موجود مواقف مغلقة، وتحت المكان اللي أنا موجود فيه برضو مواقف مغلقة للسيارات، بالإضافة إلى البرجين الأخيرة بينهم مسبح مغلق وصالة فتنس. ما ننسى أيضا أنه في المنطقة السفلية موجود مسجد يخدم المجمع، بالإضافة إلى ساحة للألعاب الرياضية وساحة لملاعب الأطفال وجلسات عائلية أيضا. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع، مساحة الشقة وإطلالتها المميزة، خلوكم معنا. حاليا أنا متواجد في الصالة الرئيسية للشقة. الشقة عبارة عن 3 غرف صالة مساحتها 160 متر مربع. إطلالتها الأمامية واجهة كاملة زجاجية إطلالة بحرية. وما ننسى أيضا أن الشقة هذه معروضة بالأثاث. صاحب الشقة ماخذ الشقتين وفاتحها على بعض. نقدر ناخذ الشقة هذه على حدة والطابو خاص فيها الحال، والشقة الثانية أيضا الطابو خاص فيها. لو تلاحظوا أنه الصالة فاتحها بهذا الشكل، باب سحاب، الصالتين مفتوحة على بعض، نقدر احنا نقفلها ونخليها كل شقة على حدة. حاليا أنا في الصالة الثانية تبع الشقة المجاورة، وبرضو إطلالتها مباشرة على البحر ومعروضة الشقتين بالأثاث. تعالوا نشوف تفاصيل الشقة بالكامل. تفاصيل باقي الشقة، كنا متواجدين قبل شوية في الصالة الرئيسية، وأنا الآن في الكوريدور. زي ما انتم شايفين المدخل مكان خاص بالأحذية، مدخل الشقة من هنا، نتوجه إلى المطبخ. دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، الأجهزة الكهربائية موجودة، نوعية جيدة ومميزة وذات جودة عالية اللي هو دواليب المطبخ. مساحة المطبخ ممتاز، مساحة جيدة، موجود أيضا طقم سفرة. في مخرج البلكونة، البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، مساحتها جيدة، أقدر أقول مترين ونص مترين ونص، ومزودة أيضا بالزجاج الشرايح، وإطلالتها الرائعة جدا على البحر، جاي إطلالة بانورامية مميزة لهذه البلكونة. نطلع من البلكونة والمطبخ نشوف تفاصيل باقي الغرف. زي ما قلت لكم أرضيات الصالة مع الغرف كلها باركيه، ما عدا الكوريدور والمطبخ سيراميك. ديكورات سقفية مميزة موجودة في الكوريدورات. عندنا يسارنا هنا دورة المياه الأولى. لو تلاحظوا أنه غير الشقق اللي موجودة في مدينة طرابزون، أنه الأشياء المستخدمة أدوات الصحية موجود شطاف وشفاط أيضا، حتى الشطافات اللي هو استخدام الماء الحار موجود
في دورات المياه كلها وانتم بكرامة. نجي هنا على غرفة رقم واحد، موجود دولاب وسرير فردية مع الكومودينا، وموجود ايضا في كل الغرف التكييف السبلت. نجي هنا على دورة المياه الرئيسية. دورة المياه الرئيسية لو تلاحظوا انه المروش جاي بنظام جاكوزي، ومساحة دورة المياه مساحة جيدة. مقابلها عندنا غرفة رقم 2، الغرفة الثانية كمان سريرين فردية مع دولابها، والتدفئة المركزية موجودة مع التكييف، يعني شيء جيد. نجي هنا على غرفة الماستر، غرفة الماستر برضو موجود في الأدوات الصحية زي ما قلت لكم مع شطافات، الماء الحار موجود في دورات المياه متوفرة وانتم بكرامة. غرفة النوم الرئيسية لو تلاحظوا موجود في سرير مزدوج مع ملحقات غرفة النوم كاملة، بالإضافة إلى بلكونة خاصة في هذه الغرفة إطلالتها جاية على الجهة الجانبية أو الخلفية إطلالة الطبيعة، وأيضا مزودة بالزجاج الشرايح المميز. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، أرجو يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.